تابعين مشاهدينا احلى صباح ومع ضيفي دكتور توني كرم. كنا عم نحكي من شوي قبل الفاصل عن موهبه اللي بلشت معك بعزف البيانو عن عمر كثير صغير. ذكرت دور الاهل قد مهم انه يكون في دائما دعم من الاهل لطفل بعمر الخمس سنوات او الاربع سنوات يكون عم بيكتشف فعليا موهبه فنيه. هيك كثير مهم انه الاهل يكونوا منتبهين لاولادهم، يعني بدهم ينتبهوا على كل التفاصيل الصغيره. اوقات بتشوف شغله صغيره اذا بتنميها ممكن تعمل لهيدا الولد تعمل له كارير يعني كامل. ف ومش لازم دائما نحد الاولاد انه انت بس لازم تكون هيك، عرفت؟ يعني في ناس بيقولوا انت بس مهندس او انت بس محامي او رجل اعمال، اللي هي لا اوقات بنحط بخانه معينه اوقات ما لازم تحط الولد بخانه. هلا هو الولد بعدين هو بحط حاله، هذا غير موضوع، بس انه الفكره هي انه فيك تنمي امور ثانيه للولد انت يمكن منك حسب لحساب. عن عمر صغير كان لك مشاركه بالاسبوع اللبناني ببلجيكا، خبرنا اكثر عن هالمشاركه، كانت ملفته يمكن بوقتها. فاجأتني، بتعرف عني اخبار مش قايل لك اياها. ايه مزبوط، انا بعمر 7 سنين شاركت بهيدا السومان ليباني كان اسمه ببلجيكا، وكان في عده امور فنيه بتتعلق بلبنان. كان في بوقتها حفلين بيانو موسيقى، كان في وليد عقل بوقتها وكان في انا، بس انا كنت صغير يعني عمري 7 سنين. فبوقتها قررت انه البرنسيس باولا انها تحضر الحفله تبعيتي، بعدين صارت الملكه واخذت ضجه كبيره بوقتها، وصار في من بعدها اجاني كثير عروض لحتى يصير روح على اوروبا وادرس موسيقى واعمل سكولرشيبس هونيك وهيك. بس ما رحت. لا، لانه اهلي اولا ما راح يتخلوا عني، في عندي انا واختي يعني، وثانيا موضوع مكلف، وثالثا انه كان الاوفر لإلي مش للاهل، ونحن من عائله متواضعه يعني بيجي از باكج يا بدهم يتركوني ويفلوا. فما رحنا بهذا الاتجاه لانه اصلا ما كان في النيه انه انا اصير بروفيشنال بيانست. يعني كنت حابب دائما تخلي يمكن هذا الموضوع هوايه شغف، صح؟ يمكن سمثينج اون ذا سايد، صح؟ بس اللي كان بيساعدني انه انا لان بلشت كثير بكير، باي ذا تايم انا صرت بالجامعه انا كنت عامل يلي اكثر الناس بيتخصصوا بالموسيقى كانوا بيعملوا. كنت بمكان محقق ذاتك بهيدا الموضوع، انما رغم انه بعدين دخلت مجال الطب ودراسه الطب، موضوع البيانو بقى معك، وبتقول انه موضوع بده متابعه وبده تمرين. ضل عندك وقت تتمرن وتتقدم بعزف البيانو؟ شوف، انا ضليت اتمرن 3 ساعات كل يوم لحديت تقريبا ثالث سنه بالميديكال سكول، لانه من بعدها بنفوت على المستشفيات وما بعد عندك وقت بتخف، بس باي ذن انت في وراك 20 سنه بيانو، يعني ما بقى في انه مثل حدا انه عم بلش جديد. فخففت شوي، ضليت اعمل كونسرتس، بس بعدين وقت اللي رجعت على لبنان بال 2002 حبيت انه انطلق كطبيب وانشهر كطبيب مش انشهر عن طريق الفن. رح نحكي عن هالموضوع لانه حضرتك عازف بيانو يعني فنان، والفنان عاده حتى لو اختار كارير بيختار كارير يمكن فيها نوع من الابداع، نوع من ال من ال من الفن، نوع من الكرياتيفيتي. حضرتك رحت اتجهت صوب مجال الطب كمان، هل كان في شغف فعليا بهالمهنه؟ صح، انا اصلا اتجهت اتجاه الطب لاسباب انه كنت بحب خالتي، وخالتي ما بتقشع كانت منيح، وكنت بدي اعمل حكيم عينين. بس وقت اللي وصلت للمراحل انه اقرر شو بدي اعمل، كان بوقتها قصه مساعده الناس للانجاب كانت كبيره، اي في اف وغيره. فانا كنت عم فكر انه اذا انت قادر انك تعطي حدا القدره انه يكون عنده ولد، هيدي من يعني شيء كثير مهم. فرحت باتجاه الطب النسائي لاوصل لهون لتخصص بالعقم. يعني عم تغير حياه نساء ورجال واشخاص، عم تعطي عائله لحدا ما عنده عائله. اتس فيري امبورتنت. نضطر بالحياه نعمل خيارات اوقات، اضطريت تعمل خيار بين يمكن يمكن كارير بالفن او حتى كارير بمجال الطب؟ ليك انا ما عملت هذا الخيار، انا من انا وصغير بعرف حالي بدي اعمل حكيم، بس الخيار اللي كان انه هل انت قادر انك توفق ما بين شغفك بهيدي الشغله اللي هي الموسيقى وشغفك بشيء ثاني، لقيت انه مش غلط، يعني صح. الناس بيمشوا بطريق انه وحده، بس هي مش مفروض انك تمشي بس بطريق وحده. على كل حال بنجي مره على هالحياه، مش غلط نكون عم نعيش تجارب متعدده ومختلفه. اليوم الفن عندك عزف البيانو، هل هو متنفس من بعد يمكن نهار طويل بالعمل؟ ليك ايه ولا بمحل ما فيك، بس اذا كنت انت مثلا مزعوج من شيء او مضايق، اوقات ما فيك تعزف، يعني هي مثل سيف ذو حدين. اوكي، فبده يكون انت بمود معين لتقدر انك تقعد على البيانو. بس بغض النظر
ايه اكيد بيفتح لي باب، مثل واحد اوقات بيتسلى بيقرا كتاب مثلا او بيرسم شيء او بيروح بيحضر حفل او بيعمل بايسيكل، يعني مثل هيدا الشيء 100%. رح نتابع حديثنا بس خلينا نحضر سوا هيدا الفيديو اكثر. دكتور كرم اسم الله عليك، انا عم شوف عزف رائع لحضرتك على البيانو، في اوجه شبه او تشابه بين مهنتك وعزف البيانو؟ كثير مش شوي. شو هن؟ ليك اول شيء بتشخيص المرض والحكي مع المريض او هيك فيك تتفاعل معه بطريقه ديفرنت وقت اللي انت بتكون نوعا ما من جوا فنان، سو بتحس معه اكثر. ثاني شيء بقصه الجراحه، اوكي انا من يمكن من اسرع الناس اللي بيعملوا عملياتهم، يمكن لانه عندي كنترول على ايدي اكثر شوي من غيري، فهذا كله بيساعد. بس هي طريقة التفكير بتختلف عند حدا عنده باك جراوند بالموسيقى أما لا، لأن هو عالم آخر. عرفت؟ يعني بترافقك الموسيقى بالنهار بالكلينيك؟ مش دايما، بترافقني براسي بالعمليات لا بترافقني براسي، لأنه أنا اللي بسمعه غير اللي بيسمعه الناس. in general أنا أوقات كتير بكون عم بعمل شيء بتطلع معي فكرة موسيقية بتركب براسي وبعدين بتطلع دقة later on. هلأ بحفلاتي ما كتير بدأ الأشياء اللي أنا أعملهم، بس ولكن في عندي أوقات الموسيقى إلها دور اليوم بالطب؟ موسيقى بالطب ليك إيه أكيد، في عندك شيء اسمه ميوزك ثيرابي، يعني أنت في كتير حالات تعالجهم بالموسيقى. هلأ أنا ماني من هول الناس اللي بيقولوا أنه كل شيء لازم نعالجه بالموسيقى، لا، بس ولكن في دراسات على هذا الموضوع، وبالمستشفيات الكبيرة بأمريكا صار يحطوا موسيقى معينه بالهولويز تبع اوقات في اطباء يمكن during surgeries بيكونوا حاطين موسيقى كثير. نحن عندنا كثير يعني من اصدقائي هيك بيعملوا اكيد، هذا يمكن شيء بيريح بخليهم يكونوا عم بيشتغلوا بطريقه مختلفه. حضرتك اتجهت ايضا صوب الموسيقى الكلاسيكيه، فكرت كمان تكون عم بتغامر، يمكن تكون عم بتدق معزوفات مختلفة، وليه اختيار الموسيقى الكلاسيكية بالتحديد؟ رح اقول لك، انا عندي القدرة انه ادق شو ما كان، مثل ما قلت لك انا هيك اكتشفوني، يعني كل شيء بسمعه فيني ادقه، اتس نوت ا بروبلم، بس هي الموسيقى الكلاسيكية هي شوي يعني فيها شغل اكثر، فيها دبث اكثر، فيها عمق، فيها محبوكة بطريقة مختلفة. ايه يعني بتحرك لك مشاعرك بطريقة ديفرنت عن الاشياء اللي بتسمعها يلي هي ميلودي حلوة بدقة على فترة دقيقة دقيقة ونص وبتعيد. مش هيك الموسيقى الكلاسيكية، عندك مقطوعات نص ساعة وثلاث ارباع ساعة والى اخره، فانه هيدا الشيء كثير مهم. فمشان هيك رحت بهذا الاتجاه. عندنا اليوم بلبنان بتعتبر ثقافة الموسيقى الكلاسيكية؟ اللي منشوفها بالغرب بشكل رائج أكتر؟ ليك ما كتير، في قسم، يعني أنا بس أعمل حفلة بيجي ناس عادة يلي هن بيحبوا ومتعطشين لهيدا الشيء، وأوقات بيصير فيه وقت اللي بيصير فيه فاستيفلز مثل البستان وغيره، بيروحوا الناس، بس تقلك في ثقافة؟ لا، نحن واجبنا نعلم، مشان هيك أنا ما بعمل حفلاتي مثل كل الناس، أنا بطلع وبفسر شوي عن كل شيء بدي دقه، وليش انكتبت هيك الدقه، وليش يعني كل مقطوعه لها قصه. طبعا بيساعد هالموضوع لنكون عم نفوت بالجو اكثر، نكون عم نفهم فحوى هالموسيقى. كله ثقافه وكله واحد بيوسع نطاق الفيجن تبعيته، يعني نظره تبعيتك او سمعك للاشياء بتتغير وقت انت بتفسرها. صح. شوي كل حلقه عم نشوف مقتطفات من حفلات لحضرتك بلبنان وخارج لبنان. هيدي كانت الحفله بامريكا بمتحف بمحط شيكاغو، وهيدي كانت ضمن حفلة عملت كنت فيها
ضمن مجموعه لليوناردو دافنشي. انا كمان بحب الفن مثقبه، فكله على بعضه هيك حال الفن متعدد، واللي عنده شغف بالفن بيكون عنده شغف بكل الفنون. اليوم نحن على موعد مع حفله لحضرتك بكره بالاندي، والحفله كمان خيريه بيعود ريا على دعم الطلاب. خبرنا اكثر عن هالحفله، كيف انطلقت هالمبادره؟ شوف، اول شيء بدي اقول انه انا دائما حفلاتي حفلات خيريه، انا ما بعمل شيء لا ربح. لا انا ابدا يعني ما بعيش من وراء هذا الشيء، فدائما نتبرع لشيء. نحن عم نعمل فاينانشال ايد للتلاميذ لانه نحن بحاله ازمه اقتصاديه صعبه. هيدا المشروع هو اذا بدك ديبارتمنت اوف ديزاين بالان دي يو، يلي هم ضمن الفاكولتي اوف اركيتكتشر ارت اند ديزاين، هن طلعوا بالفكره وحكيوا معي والتشيرمان اوف ذا ديبارتمنت كان باحد حفلاتي، وهيك صارت القصه. فقررنا انه نفتتح سيري معارض فنيه بالان دي يو، نفتتحهم بحفله موسيقيه لإلي مع معرض للفنان وسام ملحم. هيدا الشيء رح يصير بكره الساعه 6:30 الحفله، 7:30 المعرض. منذكر الكل انه الحفله هدفها خيري لكل الاشخاص اللي رح يكونوا عم بيشاركوا، رح يكونوا عم بيساهموا بدعم الطلاب ليكونوا عم بيكفوا دراستهم بجامعه الاندي. وذكرت من شوي انه حضرتك ما بتعيش من عزف الموسيقى، صعب اليوم شخص بلبنان يكون عم بيعيش من هالمهنه، مهنه عزف البيانو برايك؟ بلبنان كثير صعبه، اذا كان شوي عالمي كمان بتضل صعبه، بس انه اهين مما اذا كانت بلبنان. موضوع تعيس نوعا ما او حزين، يمكن اشخاص بيضطروا يختاروا مهن اخرى يمكن ما عندهم شغف فيها لانه ما قادرين يعيشوا من مهنه العزف. بتلاقي اغلبهم كمان عم بيعلموا لحتى يقدروا يضل عنده انكم يعني ستدي. بس برجع بقول لك يعني حتى نحن، انا ماني جاي من عائله غنيه، انا جاي من عائله متواضعه، ولكن انه وقتها بتنجح بمهنتك وبتصير طبيب والى اخره، بتقدر تامن عيشه كريمه، وهذا اللي عملته. اكيد اهم شيء اليوم الكونسرت عنوانه ميوزيكال فانتسيز كلاسيكال بيانو كونسرت. ليه اخترت هالعنوان ميوزيكال فانتسيز؟ لانه بالموسيقى بتاخذك على عالم الاحلام اوقات، واوقات بتفكر انا اذا عم بلعب شيء وانت عم تسمعه شخص ثاني عم يسمعه، كل واحد بيعمل له ايموشنز شكل، فهذا عالم اوقات حلو واوقات كثير حلو. وانا اخذته بطريقه انه نحن اوقات الرياليتي اللي عايشينها، الواقع اللي عايشينه هون خصوصا بهذا البلد، منه كثير بعيد عن الاحلام. يعني انا اوقات ما بتعرف حالك انت عن الكوابيس او الكوابيس، ولكن نحن الهدف انه نعمل الكابوس حلو، مش دائما يعني بالنهايه الكابوس بتوعك، يعني بالنهايه ما رح يعمل لك شيء. الحمد لله. سو من هالمنطلق هيدا، الحمد لله بقى المنطلق هيدا هو انه نقول للناس انه الواقع والخيال مش كثير بعاد عن بعض. بس الموسيقى ممكن تكون هروب من الواقع، تخلق ممكن حاله عند الانسان طلعه يمكن من الوضع اللي هو فيه. انا بالنسبه لإلي الهروب الى هيدا العالم هو مش هروب، هو عم بيرجعك على العالم اللي انت هربت منه بطريقه افضل. عم بيرجع يمكن على الاساس، صح، على الاشياء الحلوه اللي يمكن بتدق بانسانيتنا باحاسيسنا الفعليه. بكره شو رح يتضمن البرنامج دكتور؟ البرنامج فيه حوالي 10 او 15 معزوفه صغار، ما بحب انه اعمل شيء كبير طبعا يضل فوكس، لعده كومبوزرز منهم سكريابين وليست ورخمانينوف شومان، ويمكن مرق شيء لك يعني معزوفات موجوده يمكن عندنا بالذاكره ولا رح تكون جديده على الاذن؟ لك في كثير منهم الناس سامعينهم بس ما بيعرفوا انه هاي هي المعزوفه، يعني سامعينهم او بفيلم او بشيء، انت ما بتعرف انه هذا الفنان الاساسي اللي الفه هو رخمانينوف مثلا. فيري انترستينج. اليوم رح تكون عم تعزف موسيقى كلاسيكيه، قد مهمه الموسيقى الكلاسيكيه فعليا؟ هي الاساس إذا بدك تحكي على المضبوط، إذا بتعرف هيدا الموسيقى وإذا بتبلش تحبها أنت بتصير تفهم الموسيقى بطريقة مختلفة. ذكرت حضرتك أنه أيضا لك معزوفات خاصة، خبرنا عن موضوع التلحين أكثر وقديه هو مختلف عن موضوع العزف، يعني it's a step forward. إيه أكيد. لك أنا أول مقطوعة ألفتها كان عمري شي 6 سنين يعني، بس وكتبتها لأنه بي طلب مني أكتبها، مع أنه أنا كل شيء ألفته من بعد هيك مني كاتبه، لانه انا ما بعتبر انه لازم اكتبه تالناس تدقه، لانه انا بلاقيه هذا شيء برايفت لإلي. من وقت لوقت بمرق شيء بحفلاتي لانه الناس بتطلب.
فهذا شيء يعني ستيب فورورد ايه بس موجود بمحل ما فيني اتخبى وراء اصبعي واقول ما بعمل. هلا موضوع التلحين موضوع صعب، فينا نسميه حتى اوقات بعض الفنانين بيقولوا ولاده صعبه لما يكونوا عم بيألفوا كتاب او عم بيولدوا لحن او مقطوعه موسيقيه معينه. قد ايه في اوجه شبه بين مهنتك الاساسيه؟ انا مرتاح كطبيب يعني كطبيب نسائي وايضا لما تكون عم بتلحن. لك هي اسوء شيء انه تطلع بالفكره او تطلع باللحن، بعدين كل شيء بيمشي يعني زي ولادة النساء اصعب شيء يطلع الراس بعدين ما بيمشي الحال. يعني لما تخلق الفكرة وتقدر يمكن الترجمها على الورق. اليوم كل فنان عنده أشخاص عازفين بيستوحي منهم، شو هن الانسبيريشنز تبعك بعالم الموسيقى؟ ليك بعالم الموسيقى أنا كثير بحب راخمانينوف، كثير بحب شوبان، لأنه هول يلي هن إذا بدك كانوا مثل كل الناس تكتب بس مش كل الناس فيها تكون شاعر. هول هن البويتس تبع الموسيقى، لأنه هول أخذوا كل الرولز ومغطوها شوي لحتى يدخلوا العواطف بالفن. مش كل شيء ريجيد، مش كل شيء 1 بلس 1 ايكوالز 2. بالفن كما بالطب اوقات 1 بلس 1 بتساوي 3 اوقات بتساوي 1.5، وهيدا النيوانس بين ال 1.5 وال 1 وال 2 وال 3 هو اللي بخليك انت تحس معي اذا انا عم بلعب شيء. يعني انا بقدر خليك انت تشعر شيء مع انه انا عم بلعب نوتات، اذا غيرك لعبهم ما حيطلعوا بسين حسب الطريقه، يمكن طريقه التاديه. وقد ايه بيكون في احساس وانسجام لما تكون حضرتك عم تعزف؟ وشفناك من شوي بالفيديو، انت بتكون يعني بعالمك، تكون واعي لانه في جمهور عم بيسمع. ما بيهمني صراحه، مش قله احترام، بس انه ان كان في شخص او 100 او ما حدا، انا بلعب بسين. اليوم دكتور هالحفل مثل ما ذكرنا بيعود ريعه لطلاب الانديو، عم نمرق بظروف وتحديات جدا كبيره، وكثار من طلابنا ما عم بيقدروا يكفوا دراستهم، خاصه بمجال الطب اللي بنعرف انه هالدراسه بتاخذ وقت وسنين جدا طويله. قد ايه مهم نكون عم نوقف حتى طلابنا بهيدي الفتره؟ ليك ما بدنا نخلي الطلاب ييأسوا، هن ديجا عليهم ستريس كثير، وخصوصا تلاميذ الطب يعني عليهم ستريس بعد اكثر من غيرهم. بعد انه توصل لمحل تشوف، يعني مرقنا بازمه كثير كبيره من كم سنه، كان في طلاب عنا تلاميذ طب ما قادرين يعملوا الفحص يلي بخليهم يكملوا، وهن من اشطر الناس. ليه؟ لانه حقه $1000 وما في كاش، يعني شو بدك تعمل؟ سو اذا نحن ما وقفنا حدهم وما ساعدناهم، طبعا انا فيني ساعد على المستوى الشخصي لعدد معين من الاشخاص، بس ما فيني ساعد 100 طالب. مشان هيك نعمل هول الايفنتس لحتى نقدر نساعد اكثر. فانا بشجع كل حدا قادر انه يساعد، اهم شيء تساعد الطلاب ان كانوا بالمدارس او بالجامعات، بالنهايه هول المستقبل. صح. هلا يعني حضرتك درست بالخارج، انما رجعت على لبنان لتمارس مهنتك. اليوم اكثريه طلاب الطب بلبنان بيفكروا بالهجره يمكن لفتره اطول، يكونوا عم بياسسوا للمهنه بالخارج ما يكونوا عم بيرجعوا على لبنان. قد فعليا قادر بعد سوق العمل بلبنان يكون عم بيستقبل طلاب طب؟ ليك قادر يستقبل مش كتير، بس انا ما بنصح حدا يترك هيدا البلد. نحن حتى بالازمه الكبيره اللي مرقنا فيها في كثير حكى ما فلوا، انا ما فليت. مش لانه ما فليت، واللي فلوا يمكن في قسم منهم رجع طبعا، لانه ما رح ينبسطوا برا. بالنهايه انت بدك يعني كل شيء بالحياه، يعني اذا واحد تجوز وصار في اكسيدون سياره صار له شيء مرته بيتركها؟ لا، انت بدك توقف حدا بهيدي المرحله وبعدين بتقرر اذا بدك تترك ولا لا. هي الفكرة أنك أنت توقف حد الناس بالفترة اللي هن بحاجة لك فيها، ولا شو تعمل طبيب بالأساس؟ يعني أنا بنبسط يقدر نقول 3 بالليل لأنزل ولد، بس هيدي هي السر المهني يعني. وزيت الشيء تبقى رسالة إنسانية كمان، رسالة إنسانية. مهنة الطب نحن هون، أنا بحاجة لإلي هون أكثر ما هن بحاجة لإلي بأمريكا. يمكن هون في مثل 10، هونيك في مثل 300 مثلا. الحمد لله على كل حال بعد عنا كثير اطباء كفؤين بلبنان، والاهم انه بيتحلوا بانسانيه كبيره بهيدي الظروف اللي مرقت. بنعرف كثير من الاطباء كانوا عم يعطوا بشكل مجاني لكل الناس اللي حواليهم ايمانا لهم بمهنتهم وبعدهم. نحن بدنا نكمل بهيدي المسيره. بدنا نذكر الكل انه بكره الكونسرت على الساعه 6:30 بالعصام فارس هول بالانديو، ميوزيكال فانتازيز كلاسيكال بيانو كونسرت. كل الناس مدعوين يكونوا عم بيتابعوا هيدا الكونسرت مع حضرتك دكتور توني كرم، بيكونوا بنفس الوقت عم بيفيدوا عدد كبير من الطلاب ليقدروا يكملوا دراستهم. كلمه اخيره لحضرتك بهذا الخصوص. انا بس بشجعهم انه يتصلوا على رقم لحتى لي يقولوا، فينا نذكر بالرقم كمان لو سمحت، 03 92 94 95، يعني 9294 95.
بس لحتى يقولوا انهم جايين وبيتفقوا معهم على كل التفاصيل. بس طبعا اذا اجوا بدون ما يكونوا حاكين مش رح نقول لهم لا، بس انه بس هيك متى تكون الاشياء منظمه، تكون الاشياء منظمه اكثر، على امل يكون كونسرت ناجح وحضرتك دائما تكون بهيدي المهمه وبتكون دائما عم تقدر تساعد من خلال فنك ومن خلال مهنتك. انا بدي اشكرك دكتور توني كرم لوجودك معنا اليوم، وكل التوفيق لكل مشاريعك ان كان الفنيه او حتى الطبيه. ميرسي اهلا وسهلا. مشاهدينا بتوقف مع فاصل اعلاني قصير وبعده بنتابع حلقتنا، خليكم معنا.